هير نيوز، أخبارها كلها عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الزنا طبعا بيصنف كجنحة، لو بصينا على عليها كقضية هي دايما محتاجة طرفين ومحتاجة شروط، إن لازم تكون متزوجة، بمعنى إن هي حتى لو كانت متزوجة وطلقت ولم تمضي فترة العدة تعتبر الجريمة واقعة، والجريمة في الوقت ده جريمة زنا زوجة، زنا زوجة. ده من ناحية إيه؟ من ناحية السيدة. اللي بيحرك الجريمة دي أو اللي بيحركها، بيحرك الدعوة الجنائية بالنسبة لجريمة الزنا، بتبقى النيابة العامة بناء على شكوى من الزوج. هتقول لي الأب، أقول لك ما ينفعش، القانون بتاعنا المصري بيقول كده، ودي في حد ذاتها خطأ. لأن لو تصورنا أن الجريمة دي، معلش احنا نتكلم في الجريمة دي على أساس أن ناخد معلومة، بس للأسف أنا ما بحب شد معلومة في دي، لأن في البعض المعلومة اللي بنقولها بيلاقي فيها ثغرات ويرتكب الجريمة، ولما بيحصل حاجة بيقول لك أنا كده في السيف سايد، يعني في السلام وفي الأمان. أنا مش هطول برضو في الحاجات اللي هي تفتح مجال، لأن المجال اللي بيتفتح هيبقى مجال هي ثغرات في القانون، لكن كل واحد دايما بيخالف بيحاول يبرأ نفسه، بيحاول ان هو يجد ثغرة في القانون تبرأه وتخرجه، وكأنه لم يفعل ايه هذا الفعل الشائن. فالجريمة اولا تطالبها طرفين، ممكن يكون الجريمة زنا بالنسبة للزوجة ولو كان الطرف الثاني غير زوج. ليه؟ يعني زي ما بنقول في القانون الجنائي، شرط من شروطها ان تكون الزيجة او الزواج قائما، تكون الزواج قائما. المدة بتاعتها بتبقى 3 سنين، ده الحبس بتاعها 3 سنين. بس بتبقى قلنا زي ما قلنا، نكمل برضو المعلومة، ان بتبقى بناء على شكوى تقدم من الزوج بشخصه، ولو في محامي لازم يبقى عامل توكيل خاص، ما ينفعش فيها توكيل عام. هي بعد لو قضت المدة خلاص كده كده بتعتبر ان هي خدت جزائها بالنسبة للقانون المصري. طبعا احنا الجزاء الديني او الجزاء الثاني لا يعمل به، اللي هو حد الرجم، ومن حقها بعد كده تاخد كل حقوقها، خلاص نفذت العقوبة، وتاخد نفقة. تاخد نفقة من مين؟ من الزوج. لا، هنا الزوج بيبقى مخير ما بين بعض الأمور في الأول. دي ما تاخدش نفقة لأن هنا النفقة، حتى النفقة بتبقى مقابل إيه؟ النفقة في القانون المصري عندنا أو في الشريعة الإسلامية مقابل إن هي الاحتباس في المسكن، إن هي تعرف حتى لو هي قعدت عند أهلها مدة بغير إذن الزوج تعتبر ناشز، فما بالك بارتكاب الجريمة، فبتسقط دي تلقائيا، بتسقط نفقتها، لكن لا تسقط نفقة الصغار أبدا، ولو وهي ممكن تطالب بيها إذا كانوا في حضانتها بتطالب بيها. لكن هنا برضو الزوج إذا قام برفع دعوة إسقاط حضانة ممكن تسقط عنها الحضانة وتنتقل الحضانة لغيرها، لأن يعني في الشريعة الإسلامية شريعة بالضبط بتتكلم عن البيئة الصالحة اللي تحتضن طفل والبيئة الطيبة. فإذا ما ارتكبت الزوجة هذا الفعل الشائن، وغالبا وعلى يقين نحن وإيمان نحن إن ما فيش واحد بيقع من أول مرة، يعني صوري في الكلمة دي، فهناك بيكون في تكرار للموضوع ده، وممكن يكون حتى الإساءة كانت للأولاد غير الزوج، لأن الأولاد بيبقوا يعني مع أمهم ملتصقين بيها كده، إذا خرجت، إذا حد جال بيت غريب إلى آخره، من الصور اللي إحنا إيه ممكن بتشوفها حتى في الحياة أو بنشوفها حتى في الأفلام، لأن برضو دي تعبير عن الواقع أو تصوير. لما يكون مثلا زوج غائب وحصلت حاجة ممكن يبقى من السهل مشاهدة الموضوع بالنسبة للأولاد. إذن في المشرع المصري أو في القانون المصري يسقط حق الزوجة تماما في كل شيء ما عدا تماما في إيه؟ في حضانة، في حقوقها. حقوقها؟ حقوقها حقوق بالنسبة حق. أنت بتكلمنا عن النفقة. نفقة الأولاد لا تسقط. نفقة الأولاد لا تسقط أبدا، إلا طبعا إيه؟ إن هم يصلوا للحد اللي إيه؟ الاعتماد على نفسهم وكده. والحضانه، حضانتها هي تسقط بدعوه، ان لان هنا الزوج. وانا برضو في حاجه انا ايه افكركم بيها او اقول لكم، في القانون المصري يجوز للزوج ان هو يتنازل عن الدعوه في اي مرحله فيها، يعني اول مرحله فيها اذا كان حتى ولو كان التلبس، يجوز ان هو يتنازل ويعاشر زوجته ويعيش معاها تاني، خلاص ده مش موضوعنا بقى،
ده كده بقى فيه خلاص، هو يعتبر ان الفعل ده كأن لم يكن وبيواصل حياته الزوجية. طب وبالنسبة للرؤية يعني حتى لو بعد ما تخرج ليها الحق ان هي ترفع قضية رؤية للأطفال؟ طبعا من حقها ان هي ترى أطفالها، دي حاجة ودي حاجة، الرؤية حاجة ودي حاجة، لكن ما يعيشوش معاها وخصوصا لو كانت بنت.